مرحبا. كيف امورك ان شاء الله بخير؟ كيف لا يا سيدي بدنا نسلم يا مرحبا. هاي المناسبة تفرض علي اني أأكد على المعاني النبيلة السامية الكبيرة في بلدك اللي حقا ودون أي مبالغة الأسرة الهاشمية كانت تؤكدها وتزرعها في النفوس بسلوك هي شخص الأسرة وبقرارات وبمواقف وبالإشارات التي تعطيها وبالأعمال التي تحض عليها وبالإنجازات التي تتوقعها من حكوماتها والقائمين على الأمر فيها. أننا نحن الأردنيين واحد. نحن واحد، لا يوجد بيننا أي تمييز. وأقول طالما هذا الكلام اللي أنا بحكيه انحكى في دول عربية مجاورة. انحكى. ولكنه ما حمى الناس من الفكرة. فالقول لحاله لا يكفي. صحيح. لأن في دول من حولها الحق أن الدول الحكومات ما أعتقد أنها كانت متحيزة. خذ مصر هذه الكارثة التي هو فيها. يا ترى هل من الصدفة أن العاصفة مرت من هناك وتفادتنا؟ هل كان عدم مرورها من هنا بفعلها أم بفعلنا؟ فلنفكر بها ونعطي الجواب. كل أيدينا مع بعض إن شاء الله في بناء الأردن غالي علينا جميعا والمحافظة عليه وتسليمه إلى الأجيال من بعدنا سليما معافى بمثل الصفاء والمحبة والنقاء اللي حين درجنا مدارس الطفولة وضعنا المحبة والوئام والسلام بين كل أبناء الأردن بمختلف أصولهم ومنازلهم ومذاهبهم. الله يحفظكم من خلال بلغكم محبتي واحترامي. رياض المدينة المقدسة إيريو سكيلوس ويوفلوس الثالث رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، ونيابة عن إخوتي من الكنائس الشقيقة أرحب بكم أجمل الترحيب ونبتهج كلنا بحضوركم فيما بيننا في هذا المحفل البهج، محفل القيامة المجيدة الذي فيه تجددت طبيعتنا البشرية وأصبحت قيامية. ومن هو هذا الإنسان القيامي؟ ببساطة كلمات السيد له المجد يأتي معنى القيامة الحقيقي بالمحبة التي لا تطلب ما لنفسها، تأتي بإنكار الذات وتأتي ببذلنا لذواتنا من أجل الآخر. لم يأتي المسيح لهذا العالم إلا ليحيا من أجل الآخر. هذا ما جدت به طبيعتنا، ألا وهو أن غير معنى الحياة في هذا العالم. فأنا لست أحيا لهذا العالم، بل أحيا في هذا العالم من أجل الحياة لما بعد العالم. ولا سبيل لذلك إلا من خلالي أن أترك ما أرغب به وألتفت قليلا إلى جواري لأجد إنسانا خلقه الله كشأنه.